أصبحت معظم الحميات الغذائية قائمة على قطع السكر والكربوهيدرات بشكل عام من النظام الغذائي بغرض إنزال الوزن أو تحسين التحكم بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط. لكن ماذا يحدث لأجسامنا عند الامتناع عن السكر لمدة أسبوع واحد فقط؟ أولاً، يقصد بالامتناع عن السكر التوقف عن إضافة السكر لأي من الأطعمة التي نتناولها لمدة أسبوع واحد، والامتناع عن الأطعمة المعروفة بأنها غنية بالسكر المضاف مثل المخبوزات والحلويات، بينما يمكننا تناول الخضروات والفواكه التي تحتوي على سكريات طبيعية. أول أعراض الامتناع عن السكر هو الصداع، لأن الجسم يعتمد على السكر كمصدر للطاقة، كما قد يصاحب ذلك اضطرابات في النوم مثل الأرق أو الاستيقاظ مراراً خلال الليل. وطبعاً قد يشعر الإنسان بنقص في الطاقة في أول أسبوع بعد الانقطاع عن السكر، لكن سرعان ما يتحول الجسم لمصادر الطاقة الأخرى لتعويض نقص السكر. الآن، ما هي فوائد الانقطاع عن السكر؟ أول فائدة هي إنقاص الوزن، حيث يساعد في تنظيم الوزن والحفاظ عليه دون زيادة، كما يساعد الانقطاع عن السكر في انتظام مستوى السكر في الدم، وهي فائدة كبيرة خصوصاً لمرضى السكري. أحد أهم الفوائد الامتناع عن السكر هي تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين التئام الجروح، حيث يعمل السكر على زيادة نسبة الالتهابات التي تحدث في الجسم ويساعد على نمو البكتيريا لأنها تتغذى على السكر. إذا كنت تبحث عن أفضل طريقة لتخفيف أو الامتناع عن السكر، ننصحك بالبدء في استبدال الأطعمة الغنية بالسكر مثل البسكويت والشوكولاتة بتلك الخالية من السكر، كي تتعود تدريجياً على تناول أطعمة منخفضة المحتوى من السكر. تجنب إضافة أي من الصلصات الجاهزة مثل صلصات المعكرونة لأنها غنية جداً بالسكر، واستبدلها بالصلصات الموجودة في المنزل. إن انقطاع عن السكر ليس صعباً، لكن عليك أن تخطط له جيداً وتبحث عن مصادر الطاقة الأخرى.